ما هو سر شباب كليوباترا الأبدي؟ كيف وصلت آخر ملكة لمصر إلى السلطة؟ وكيف قد تكون مرتبطة بالفضائيين؟ شاهدوا الحلقة للنهاية وستكتشفون ذلك. سأخبركم اليوم بتفاصيل مثيرة عن حياة كليوباترا، بالإضافة لنظرية غير عادية تتعلق بمصر. تعد كليوباترا من أكثر النساء شهرة وتأثيرا في مصر. خصصت العديد من الأفلام والكتب لحياتها، لكن القليل يعرفون من هي حقا. لقد جاءت من سلالة البطالمة، من نسل أحد جنرالات الإسكندر الأكبر الذي حكم مصر المفتوحة لعدة قرون. عندما كانت صغيرة جدا لاحظت مدى قسوة الرومان، ولهذا أصبحت فكرتها الثابتة هي إحياء عظمة مصر اليونانية. لكن قبل أن يتم إحياء أي شيء كان يجب الحصول على السلطة، وهذا لم يكن سهلاً الحصول عليه في حالتها، وذلك لأنها لا يمكنها أن تحكم إلا مع حاكم مشارك، ويجب أن يكون شقيقها وفقاً للقوانين، وهذا ما حدث. لهذا كان عليها أن تذهب للتدابير المتطرفة والدخول في الزواج معه. وهذه ليست نهاية الصعوبات بالنسبة لها، اتضح أنها بحاجة إلى إقامة علاقات مع المصريين وكذلك ترتيب الخزانة. بدأت بتنفيذ الإصلاح المالي وكل شيء صار بسلاسة، لدرجة أن المحليين بدأوا يشتبهون في أنها تعرف كيفية صنع الذهب. لا نعرف ما إذا كان هذا صحيحاً، لكن الجميع يعرف ما حدث بعدها. كبر شقيق كليوباترا وطرد أخته الصغيرة من منصب القيادة وتولى العرش بنفسه، لكنها ليست من النوع الذي يستسلم بسهولة. جمعت جيشاً باستخدام آخر الموارد المتاحة وخاضت المعركة. لا أحد يعرف كيف كان سينتهي لو لم تدخل روما الصراع، واندلعت حرب أهلية هناك أيضاً. الأصدقاء السابقون القيصر وبومبي لم يتقاسموا السلطة، وأثناء معركتهم هرب بومبي إلى مصر حيث التقى به شقيق كليوباترا وقتله. لقد اعتمد على فضل قيصر وامتنانه لمثل هذا الفعل، لكن هذا زاد غضبه، لذلك قرر القيصر إخضاع مصر الغنية لروما. نظرت كليوباترا للأمر من الخارج وأدركت أنه ليس لديها خيار لمحاربة القيصر ولا جدوى من الاستيلاء على السلطة من شقيقها. كان يجب أن تكون حليفة. وهكذا بدأت الفتاة بتطوير العلاقة مع القيصر، وكان الأمر يسير بشكل رائع. وقعوا في الحب ولم ينفصلوا، كما أن الحاكم الروماني كان منبهراً بجمالها لدرجة أنه أقام تمثالاً مذهباً على شرفها. كان الأمر جيداً، لكن يجب أن تفهم أنه من وجهة نظري كليوباترا كان المعنى الرئيسي لهذا هو مصلحة البلاد. ومرت سنوات قليلة وقضي على القيصر من قبل أعدائه، وتركت الفتاة في دور الحاكم الموحد لمصر كلها. لم يتبقى لديها شيء، وكان عليها أن تتوصل لخطة جديدة. هي خطة كان مارك أنتوني المشارك في الرئيسي فيها. كان من المهم أن تثير إعجابه. للقيام بذلك وصلت القائد الروماني على متن سفينة فاخرة تحت ستار الإلهة أفروديت، غالباً ما يعرض هذا في الكتب والأفلام. استخدمت أنتوني بمهارة لتقوية بلدها وحمايته. بفضل موهبتها الدبلوماسية وقوات أنتوني تمكنت من الحفاظ على قوتها وأيضاً لتوسيعها بشكل كبير. لكن إلى جانب تعزيز موقفها في السلطة، أصبحت المعارضة أكثر اتساعاً وبدأت في نشر الشائعات حول الحاكمة العظيمة، وقيل إنها كانت تختبر السموم على خدمها لتتحقق من سرعة فقدانهم لعقلهم. ومرة أخرى إن هذا الأمر ليس مؤكد، لكن بغض النظر عن مدى قوة كراهية الناس الحسودين، ظلت في الرتب وتحمل عبئها بفخر. في النهاية بالطبع تغلبت روما عليها، وهذه هي النقطة الأخيرة التي غزت بعدها مصر. مع ذلك مضت كليوباترا في طريقها بكل فخر، ولكن كيف فعلت ذلك؟ هذا هو السؤال الأهم. قد تعتقد أن السر كله يكمن في جمالها المذهل الذي قهر كل شخص قابلته، حتى الحكام العظام الذين تصعب مفاجأتهم، لكن الأمر لم يكن كهذا، بل على العكس من ذلك. يقال إنه لم يكن هناك شيء أنثوي في كليوباترا سوى جسدها ومكرها، وكانت حكيمة وتفكر في مصالح الدولة أو مصالحها الشخصية.
لقد كانت أنانية ومستقلة جداً. قيل إنها قصيرة وتعاني من زيادة الوزن قليلاً، وفي نفس الوقت كانت لديها بشرة داكنة وشفاه ضيقة وأنف كبير واسع. بشكل عام من الواضح أنه ليس الجمال الذي يذهل كل شخص قابلته للوهلة الأولى. على الأرجح إنها حققت كل شيء بسبب شخصيتها وحكمتها المذهلة. ومن الجدير بالذكر الجدية التي تعاملت بها مع الحفاظ على شبابها. كتب المؤرخون عن هذا أيضاً، ويقال إنها استحمت في حليب الحمير الغني بالمعادن، حيث أضافت فيه السائل المنوي الذكري الغني بالهرمونات والمواد النشطة بيولوجياً. يدرك العلماء المعاصرون أن حمامات الحليب هذه تعطي تأثيراً متشدداً، وأضافت بعض ماء الورد للحمامات، كما ابتكرت مقشراً من الملح والقشدة والعسل. ويعتقد أيضاً أنها هي التي اخترعت إزالة الشعر بالشمع، لكنها لم تفعل ذلك بالشمع كما نفعل نحن، لكن بمحلول سري من الراتنجات. كما قلت كانت كليوباترا محاورة ممتازة، وكانت تهدئ يقظة الناس بكل ما يريدون سماعه بشدة. وبجانب مهاراتها الممتازة في التحدث، يعتقد أنها كانت تعرف جيداً لغات مختلفة. يقال إنها عرفت 7 منها، لذلك نادراً ما احتاجت للمترجمين. يمكنها التواصل مع أي شخص مثير لاهتمامها مستخدمة سحرها الأنثوي لأقصى إمكاناتها. كانت ذكية جداً. أتذكر كيف وصلت لروما وأصبحت صديقة لقيصر؟ حسناً، لم يكن سهلاً. كانت المشكلة أن الحشد الروماني الغاضب سيتعرف على الحاكمة المصرية العظيمة ولن تكون بخير. فتوصلت إلى الخطة التالية. وصولها هي ورفيقها للعاصمة على متن قارب صغير، وهناك تم لفها في كيس وحملها الرفيق الذي تظاهر بأنها جارية إلى القصر. وكانت الفتاة عارية، لذلك أعجب بجسدها ومكرها بشكل مضاعف، ولم يعد القيصر قادرا على المقاومة وأطاعها دون أن يدرك. لكن حتى الأشخاص الأذكياء يصلون لنهايتهم في مرحلة ما، هذه طبيعتنا، وهي لم تكن استثناء. لكن لا يزال من الصعب فهم بالضبط كيف ماتت، على الأقل لأنه لم يعثر على قبرها لليوم. وأنا مندهش من ذلك أيضا. أقصد أنه حرفيا تم اكتشاف كل حاكم معروف في مصر، حتى أولئك الذين حكموا قبلها بكثير وكانوا أقل احتراما. هناك العديد من الروايات عن وفاتها، لكن هنا بعضها. تبدأ جميعها بهذا الخطاب الجميل والمذهل الذي ألقته قبل وقت قصير من وفاتها: هذين المعصمين وجدا ليلبسا الحلي والأغلال للعامة والمجرمين، لن تهزم ملكة مصر أبدا. في ذلك اليوم أقامت وليمة ضخمة وذهبت إلى غرفتها دون أن تشارك فيها. تقول إحدى الروايات أنه وقتها موظفها السابق قام بمهاجمتها، الذي قام بسحب دبوس بذكاء من شعرها وألصقه في الملكة. الدبوس كما تفهم ليس عاديا، مليء بالسم الذي اخترعته كليوباترا بنفسها واختبرته على خدميها. وفقاً لنظرية أخرى أحضرت الخادمات سلة من التين، حيث كان هناك ثعبان سام عن قصد أو عن طريق الخطأ. أرادت الحاكمة تناول وجبة خفيفة، ولكن بخفض يدها استفزت الثعبان وحصلت على جرعة قاتلة من السم وماتت فوراً. من المؤسف أن الناس لا يعرفون ما حدث حقاً، أو بغض النظر عن الروايات فليس مؤكداً ما حدث بالضبط. وعليكم أن تعترفوا أنه من الغريب جداً عدم العثور على قبرها للآن، حتى بمساعدة الأجهزة الحديثة التي تكتشف الغرف والأنفاق تحت الأرض وغيرها من المواقع. بالمناسبة، ما رأيك بعدم وجود جسد كليوباترا على الأرض؟ ربما استخدمت مهاراتها للتواصل مع الفضائيين وأقنعتهم بأخذها معهم. الجميع يعرف هذه النظريات عن مصر والفضائيين، بالمناسبة سيتم مناقشتها الآن. أول شيء سأتحدث عنه هو الأهرامات بالطبع. كيف يمكن أن يقوم القدماء بتشييد هذه الأشياء المذهلة؟ ألا تعتقد أن هذا غريباً؟ بعد كل شيء، إذا طلبنا من المعاصرين بناءها سيقولون إنه ليس لديهم أي فكرة عن ذلك، لهذا سيكون منطقياً تماماً افتراض أن الفضائيين ساعدوا القدماء. إما أن المصريين بنوها تحت إشرافهم، أو أنهم هم من قاموا ببنائها وقرروا عدم مشاركة معرفتهم مع الناس. أعتقد أن الرأي الثاني منطقياً أكثر، وإلا لكانت بعض المعرفة قد وصلت إلى أيامنا هذه. في النهاية، لو افترضنا التحمل المذهل لهؤلاء الأشخاص وحذرهم الشديد، كيف تفسر هذه الدقة في بناء الأهرامات؟ أمر محير. قطعت الكتل بشكل مثالي،
كما لو تم هذا بأجهزة الكمبيوتر والآلات. لما تحدث بعد عن الاكتشافات الغريبة التي تضيف الزيت على النار وتجعلك تفكر جديا في نظرية المؤامرة. خذ الحروف الهيروغليفية كمثال. ألا تجدها غريبة؟ ماذا تصور؟ حسناً، تصور أشخاصاً يحملون شيئاً كبيراً مستطيلاً بداخله شيء كالثعبان أو أي شيء آخر. أو ربما إذا نظرت من زاوية مختلفة ستجد مصباحاً كهربائياً. نعم، المصباح الكهربائي الكبير الأكثر شيوعاً الذي تلقاه القدماء من مكان ما من المستقبل. لا توجد طريقة أخرى لشرحها، وإذا تم إثبات هذه النظرية فقد اتضح أن الشعب القديم كان لديه قدرات علمية وتقنية مذهلة بتلك الأوقات والتي غالباً شاركها الفضائيون معهم. بالمناسبة، فإن الحروف الغريبة لا تنتهي هنا. تفقد هذا، ألا تظن أن هذه آلات طيران مرسومة؟ شيء كالطائرات أو الصحون الطائرة أو شيء كهذا؟ مرة أخرى دعونا نثبت بالتناقض، وإلا كيف يمكن تفسير ذلك؟ بعد كل شيء ببساطة لا يمكن أن توجد حينها، وإذا كان كل هذا صحيحاً فكيف عرف القدماء هذا؟ أنا شخصياً لا أؤمن بعلمائهم المذهلين. على الأرجح الجواب يكمن في الاكتشافات التالية للعلماء. كانت هذه العملة، نعم أمامك، إحدى العملات المعدنية القديمة التي تم رسم الكائن الفضائي عليها. عثر عليها بإحدى الحفريات الأخيرة. لا يجب أن تكون مهتماً بالتاريخ حتى تفهم أنه ليس حاكماً مصرياً أو رومانياً بل فضائياً حقيقياً. لم أجد عملة أخرى، لكني أتذكر وجود عملة كان لها أيضاً رسم غريب على شكل سفينة فضائية. تم العثور عليها بجوار الأولى. بعد كل هذا لماذا لا نصدق أن الفضائيين عاشوا بالفعل في مصر أو على الأقل ساعدوا مصر بذلك الوقت؟ حيث يوجد الكثير من الأدلة. مع ذلك لا يوجد أدلة كثيرة من الاكتشافات المرتبطة بمصر القديمة، لكن سأخبرك عنها الآن. أولاً، دعونا نلقي نظرة على تمثال أبو الهول العظيم. يعد هذا الوجه الحجري أحد الرموز الرئيسية للبلاد ويكتنفه حرفياً الكثير من الغموض والأسرار. بعد كل شيء العلم لا يعرف كيف يسمى النصب التذكاري في الواقع. أطلق عليه اليونانيون الاسم ويعني الخانق. وفقاً للأساطير القديمة كان أبو الهول أنثى لبؤة تطلب من المرة حل الألغاز وتخنق كل من لا يستطيع الإجابة. ومن غير المرجح أن المصريين تصوروا نفس الشيء. بجانب هذا اللغز يشعر العلماء أيضاً بالقلق من عدم وجود أنف فيه. أعتقد أنكم تعلمون ذلك منذ زمن، لكن من المضحك أنه لم يدرك أحد من قام بهذا العمل التخريبي. من الأمور الأخرى التي تزعج العلماء هي الوجوه المخيفة للمومياوات التي عثر عليها أو لا تزال تظهر لليوم. قد تختلف الجثث من صغيرة لكبيرة مع أو بدون هدايا باهظة، لكن لديها جميعاً شيء مشترك ومخيف. وجوهها مخيفة، ويبدو أنهم كانوا خائفين أو شعروا بألم فظيع لحظة موتهم. مهما بدا الأمر، لكن للآن لا أحد يعرف ما حدث. على هذه الخلفية ظهرت نظرية حول الفك المفتوح. يعتقد أن هؤلاء الناس ربما دفنوا أحياء نظراً لأنهم لا يريدون الموت ويفعلون أي شيء للخروج، فقد صرخوا حتى الإرهاق وتجمدوا بهذا الوضع. يبدو هذا مخيفاً، لكنني أجد صعوبة بتصديقه، حيث أنه في مرحلة ما يجب على الشخص قبول مصيره وإغلاق فمه. لذلك أعتقد أننا لن نعرف أبداً القصة الحقيقية لهذه المومياوات. ولا يعرف العلم الكثير عن أهل البحر المرتبطين بمصر أيضاً. يعرف فقط أنه في مصر كان يوجد قبائل بدوية سافرت عبر المياه المحيطة عبر البحر الأبيض المتوسط، وكانت مصر بمثابة طعام شهي بالنسبة لهم. وتذكر النصوص من عهد رمسيس الثاني أنهم جاءوا في سفنهم الحربية ولم يستطع أحد أن يعارضهم. يعتقد بعض المؤرخين أنهم أثروا على مصير البلاد وخاصة كليوباترا. إنهم لا يؤمنون بوجود الفضائيين، لذلك اختاروا نظرية بديلة، أن الحاكمة لم تختطف على يد الفضائيين بل على يد أهل البحر. يقولون في أحد الأيام التقت بممثل هذه القبيلة ورأت شخصياً المكان الذي اختبأ فيه البدو من المجتمع. وعندما أدركت كليوباترا أنه لا فرصة للنجاة بمصر، ببساطة ابتعدت عن شعبها وأصبحت جزءاً من مجتمع جديد حيث ماتت في الواقع، ولم يعثر على بقايا الحاكمة لأنها ألقيت ببساطة في البحر. عام 1982 حدث شيء من أغرب الاكتشافات الأثرية في ميونخ. كان العلماء يفحصون مومياوات مصرية واكتشفوا آثار نيكوتين ومواد أخرى.
المفارقة هي أنه سابقاً لم يتم العثور عليها إلا في أمريكا. منذ هذا الاكتشاف بدأت تظهر النظريات حول سبب وجود هذه الآثار على المومياوات المصرية في العالم العلمي. نظرية منطقية تقول إن أسلاف هذه المواد كانت موجودة في أوراسيا، لكنها لم تبقى على قيد الحياة حتى يومنا هذا. مع ذلك فقد أظهرت الأبحاث أنه نظرياً يمكن أن يصل المصريون القدماء إلى الأمريكيتين عبر المحيط. بالإضافة لذلك اكتشف الباحثون الحديثون هيكل شحن كامل في مصر، أتحدث عن الموانئ ومواد البناء وبقايا بعض أقدم السفن في التاريخ. تظهر صور السفن المصرية قوارب يزيد طولها عن 21 متراً، تحمل أكثر من 200 بحار مع البضائع التي توجد فقط في الساحل الإفريقي. يبدو أنه كان بإمكانهم التجارة عبر مسافات طويلة. حقيقة أخرى مثيرة هي أنه عام 1909 كتبت أريزونا قصة إخبارية لمستكشفين اكتشفوا كهوفاً في أمريكا مع آثار المصريين. لسوء الحظ منذ وقت طويل لم يتم الاحتفاظ بسجلات دقيقة بخلاف الأخبار الموجودة في الصحيفة. مضادات حيوية. رسمياً بدأ عصر المضادات عام 1928 باكتشاف البنسلين. فوجئ العلماء حقاً عندما وجدوا آثاراً لنفس المادة في عظام النوبة القدماء. يعود الاكتشاف لحوالي 350 قبل الميلاد، لذا محتملاً أن الناس كانوا بدائيين، لكن كيف يمكنهم استخدام المضاد الحيوي؟ هل كانوا يفعلون ذلك دون إدراك؟ وهذا يفسر الكثير، مثلاً يمكن أن يكون مصدر المادة هو البيرة. كان هناك الكثير من هذا المضاد الحيوي في عظامهم لدرجة أنهم من الواضح لم يستهلكوه بالخطأ، فعلوه مراراً وتكراراً. هل يعني هذا أنهم كانوا يشربون الجاع كل الوقت؟ يبدو غريباً أليس كذلك؟ خاصة عندما تعلم أنه تم العثور على آثار للمضاد في قصبة وجمجمة طفل عمره 4 سنوات. من غير المحتمل أن يكون الطفل قد أعطي كحولاً منذ سن مبكرة، لذا تبدأ هذه النظرية بالانهيار. ربما استخدم القدماء المضادات الحيوية عن عمد لغرض العلاج. درع قديم. الاكتشاف التالي وجد عام 2015، وحدث ذلك في مقاطعة لايستسر البريطانية. ليس بعيداً عن نهر السور عثر مجموعة من الباحثين على درع قديم مصنوع من اللحاء والعصي الخشبية. يفترض أنه تم صنعه حوالي 300 قبل الميلاد. إنهم محظوظون لأنهم عثروا على مثل هذا الاكتشاف، عادة لا تنجو لليوم. لكن لم يكن هذا هو الحال هنا. بسبب التضاريس المستنقعية تبين أن الدرع يشبه الصفيح ملقى تحت الأرض لآلاف السنين. أعطى هذا الدرع للناس معلومات حول كيفية صنع الدروع في الماضي. استخدم الخشب في صنعه ولف إطار حوله لجعله أكثر كثافة. تم شد اللحاء فوق الإطار. عندما تم إصلاح النموذج تم تجفيفه. بالإضافة لذلك كان بناؤه متيناً. بعد إجراء الاختبارات والنظر في عمر الاكتشاف افترض الناس أن الدرع يمكن أن يحمي المحارب من الأسلحة، كذلك لا يعيق تحركاته أثناء المعركة. يبدو أن مثل هذه الدروع لم يستخدمها الذين كانوا في الخطوط الأمامية، ولكن أولئك الذين كانت مهمتهم الركض خلف خطوط العدو أو للوصول لنقطة معينة. في الماضي اعتقد الكل أن إنسان نياندرتال لم يكن قريبا في التطور للإنسان العاقل. مع ذلك فإن عددا من النتائج بما فيها هذه النتيجة تطرح هذا السؤال. عام 2019 وجد العلماء أدلة على استخدام نياندرتال لنوع بدائي من الغراء لأدواتهم. يعود الاكتشاف لحوالي 50,000 عام، مما يجعله واحدا من أقدم الاكتشافات في هذا المجال. كما اتضح صنعوا الغراء باستخدام راتنج الصنوبر وإضافة شمع العسل أحيانا. يفترض العلماء أن السائل المتوفر في هذه المرحلة قد تم سكبه في تجويف عصا خشبية، ثم تثبيت شفرة صوان فيه والانتظار حتى يتصلب. من الممكن أن استخدام الغراء مطلوب بشدة قديماً. صخرة مطلية. يعود الاكتشاف التالي لعام 200، حين كان الجنود الرومان يعملون بنشاط في كامبيريا ويجمعون الحجارة لبناء هادريان. ربما قرر العمال تقديم هدية لأنفسهم ونحت شيئاً لا ينسى على الجدران كما يفعل البشر الآن، أو أسمائهم أو أي شيء آخر. كما تتخيل هذه النقوش التي اكتشفها العلماء تعود للقرن 15 الميلادي. لكن لماذا بما أن الاكتشاف يعود لعام 1500 ميلادية ما زلنا نتحدث عنه؟ الحقيقة أنه بالرغم من اكتشاف الصخرة الملونة لم يتمكن أحد من فك الرموز المكتوبة عليها للآن. دمر التآكل بعض الرسائل مما جعل بعضها غير مقروء. يبدو أن الطبيعة أرادت أن يحصل الناس على إجابات لأسئلتهم وأن يتعلموا شيئاً، لذلك منعت المرور إلى الصخرة في الثمانينيات. بعدها لم يعد المكان متاحاً للجمهور وظلت اللوحات الصخرية كما هي.
وإدراكا منهم أنه لا يوجد شيء يدوم للأبد، فقد أغلق العلماء الوصول إلى الموقع رسميا، وكذلك قاموا بإعادة بناء ثلاثية الأبعاد للنقوش. بهذه الطريقة يمكنهم دراستها بشكل أفضل، ولن يتدخل أحد في ذلك. ماذا برأيك كتب هناك؟ أخبرني في التعليقات. عظم الإصبع. الاكتشاف التالي للوهلة الأولى غير مفيد. وجد الناس عظم إصبع قديم، وماذا بعد ذلك؟ إذا كنت تعرف التاريخ يمكنك أن تفهم أنه لم يكن هناك إطلاقاً أي طريقة ليكون أي عظام هنا. العظم قادر على تغيير المعلومات حول كيف ومتى غادر البشر أفريقيا. كما اتضح الآن، من المحتمل أن الناس اختاروا طرقاً مختلفة تماماً، وربما تطور تاريخهم بشكل مختلف أيضاً. يعود الاكتشاف لتسعين ألف عام، مما يجعله من أقدم الاكتشافات. يبلغ طولها 3.2 سنتيمتر فقط، وهي عظمة من الكتائب الوسطى. لليوم كان جميع العلماء مقتنعين بأن البشر غادروا أفريقيا منذ 60 ألف عام، ثم علقوا على ساحل البحر الأبيض المتوسط يعيشون على الموارد البحرية. نظراً للاكتشاف الجديد، لأن عظمة الإصبع تعود لما بين 85 ألف لتسعين ألف عام، فقد نخمن أن البشر غادروا أفريقيا قبل ذلك بكثير. من الممكن أن يكون مبدأ الهجرة أكثر تعقيداً مما كنا نعتقد. كانت إحدى نسخ الهجرة هي الأمطار الموسمية التي دفعت الماشية بعيداً، ثم الناس لأنهم كانوا بحاجة إلى متابعة حيواناتهم فلم يكن لديهم خيار آخر. حتى لو لم يكن هذا صحيحاً ولو غادروا لسبب آخر، فهذا يدل على أنهم استعمروا المنطقة على نطاق واسع، ونظرية أن الناس في الماضي حاولوا مراراً مغادرة أفريقيا لكنهم فشلوا غير صحيحة. لم يكونوا مقيدين بالمصادر وفعلوا ما يريدون. لقد اعتاد علماء الآثار الحديثون على العثور على ما تبقى فقط بعد سرقة لصوص الماضي، والمثير للدهشة أن هذا كان كافياً دائماً. تخيل الآن مدى قيمة الاكتشاف إذا اتضح أنه لم يمسه لصوص. مثل هذا الاكتشاف في منطقة توسكانا الجنوبية من إيطاليا. هذه الاكتشافات تعطي نظرة غير مرئية من قبل عن الهوية الأترورية التي نجت من الغزو الروماني. حتى ذلك الوقت اعتبر العلماء أن الأتروس كان خاضعين للرومان، ولكن بناء على هذا الاكتشاف لم يكن ذلك صحيحاً. ربما كان بسبب الاختلاط بين الدم والاستيعاب الاجتماعي. كشفت الحفريات عن ملاذ إتروري وروماني جمهوري متأخر مع قرية من المحتمل جداً أن توفر السلع للمجتمعات الريفية المجاورة. عثر العلماء على مدافن سليمة مع كل المعدات القديمة، الأقراط والتيجان الذهبية والحلقات البرونزية مع تصوير هرقل وكل أنواع الأدوات لتنظيف الجسم وما إلى ذلك. للحصول على فهم أفضل لكل شيء، قرروا تحليل المنطقة وإعادة بناء المناظر الطبيعية واختبار الحمض النووي لبقايا العظام. يبدو أن تاريخ روما مختلف عما يراه العلماء المعاصرون. بصمة قدم قديمة. قد يبدو هذا الاكتشاف تافهاً وشائعاً نوعاً ما، ولكن تمريره سيكون غريباً، ويعد أيضاً عدم احترام للناس القدامى إلى حد ما. وجد الباحثون بصمة من المفترض أن عمرها 15 ألف سنة. إنها لا تشير فقط إلى أن الناس ساروا هنا، تشير إلى أن شخصاً سكن في المنطقة حتى قبل ما يظن العلماء. بالرغم من العثور على عظام الحيوانات بما فيها حيوان الماستدون، وجد العلماء أن بصمة القدم تركها البشر على التربة الرطبة. قدمت الأدوات الحجرية التي تم العثور عليها دليلاً على وجودهم. وفقاً لنظرية نشأت بعد هذا الاكتشاف، ربما يكون البشر قد سافروا بالقوارب من آسيا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية متتبعين ساحل المحيط الهادئ. هل تتخيل كيف سيتحول التاريخ إذا اتضح أن القدامى سكنوا أجزاء من العالم وسافروا في اتجاهات أخرى غير ما يظنه العلماء الآن؟ يبدو لي أن هذا التحول سيكون له تأثير عميق على كل شيء، من الدروس التافهة في المدارس للقضايا الإقليمية. تمثال بوذا. يمكن أن يغير تمثال بوذا الشائع الموجود في أستراليا الجدول الزمني المقبول عموماً لاكتشاف القارة. تم العثور على التمثال عام 2018، بمجرد أن أصبح في أيدي علماء الآثار أخذوه إلى الناس الذين لديهم فهم للتاريخ، وصرحوا بثقة أنه تم إنشاؤه خلال عهد أسرة مينغ، والتي كانت موجودة من القرن 14 للسابع عشر الميلادي. وفقاً للعالم الذي حسب عمره، يعد هذا التمثال كنزاً عالمياً تقريباً. حتى بدون تاريخه كان سيكلف 9000 دولار، وإذا أخذنا بالاعتبار جميع الفروق فإن تكلفة تمثال بوذا المصغر سترتفع إلى 200 ألف على الأقل. يزن التمثال البرونزي حوالي كيلوغرام واحد وفقاً للخبراء في حالة ممتازة، ومع ذلك فإنه يهم المؤرخين ليس فقط بسبب هذا. يمكن أن يكون قد ترك هنا بالصدفة بعد رحلة الكنز في القرن 15 الميلادي. إذا حكمنا من خلال التاريخ فإن أسطول زينغ هي
وهو أدميرال صيني قام برحلات في القرن الخامس عشر، ربما يكون قد أبحر من هنا. إذا كان هذا صحيحاً، فإن سلالة مينغ زارت المنطقة قبل 200 عام من وصول الملاح الهولندي ويليام جانزون إليها. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات عن الذي فاجأك أكثر. شكراً للمشاهدة، أراكم لاحقاً.